لقي مواطنان فرنسيان رجل وزوجته مصرعهما، وأصيب مواطن مغربي بجروح بليغة في حادث سير وقعت مساء اليوم السبت جنوب مدينة جليميم. وأوضح مصدر من السلطة المحلية أن الحادثة وقعت على بعد 40 كيلومتر جنوب مدينة جليميم إثر اصطدام بين شاحنة كانت متجهة نحو مدينة طنطان ومقطورة سياحية قادمة من الاتجاه المعاكس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى الاستشفائي الجهوي بمدينة جليميم لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بالمركز نفسه.